يلا بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم عن السوفت وير سكيورتي. احنا ماده سي اس 460. توقفنا المره اللي فاتت عند الاتاك او تايب اوف اتاك اللي هي كان بفر اوفر فلو. هنا مثال على عمليه الكول شو راح يكون بالقيم الموجوده بالستاك. فلاحظوا الفانكشن function اللي هو اسمه func مستقبل a و b, وفي عندي local variable int x و y. فال x تساوي a زائد b وال y تساوي a ناقص b. هلا هذا كيف بترتب بالستاك؟ راح يتم طبعا استدعاء من خلال ارسال a و b. لما اجي بدي استدعي هذا function راح احكي بالمين مثلا او باي فانكشن ثاني فانك مثلا 5 و6. هلا شو راح يكون مرتب بالستاك؟ راح يكون الفاليو اوف البارامتر الاول هنا والفاليو اوف بارامتر الثاني هنا. طبعا ما بيهمناش اسامي الترتيب مين بحط, هل بحط اكس بالاول ولا واي بالاول, بغض النظر مش راح نركز على هذا الموضوع. هلا بهمني انا الفريم بوينتر والريتيرن ادرس راح تتخزن هنا, وهذا بيكون اللي هو الادرس بعد استدعاء الفانكشن. فراح يكون في عندي فريم اللي هو الفريم اللي موجود في البيج هذه اللي فيها الانستركشنز اللي من ضمنها استدعاء الفانكشن, و الريتيرن ادرس اللي هو هذا الاوفست للادرس بالنسبه للفريم. الفريم تبدا من هنا وهي الاوفست هنا, مجموعهم مع بعض ببين لي بالضبط وين موجود الادرس اللي المفروض يرجع عليه الاستدعاء بعد الاستدعاء شو ما ينفذ, وين راح تكون النكست انستركشن. طبعا هنا بيبدا تعريفات. انا في عندي عرفت لوكال فاريبل, هي اللوكال فاريبل خزنتها. بعد ما ينتهي الفانكشن هي نعمل ايش؟ ريتيرن لهذه القيمه, وبتتصفر كل هذول بتصفر, فبرجع الستاك بوينتر هنا. اذا الستاك بوينتر لما بدي اجي اتم الاستدعاء بتم اضافه هذول, وبعد ما اخلص الاستدعاء برجع الستاك بوينتر الى موقعه الاصلي, الى موقعه قبل الاستدعاء. اوكي, شو ممكن يستفيد الاتاكر من هذا الحكي؟ اوكي خليني في معلومه الصوت واطي. الصوت كيف هلا؟ كيف الصوت هلا؟ اكثر احسن ان شاء الله خير. طيب انا كان يمكن لانه السيتنج عندي سليم, بس كان الصوت كان نونس بالاول. الان نرجع. إذا زي ما حكينا الستاك بيخزن فيه البارامترز اللي راح نحتاجها كلوكال فاريبل زائد الريتيرن ادرس. المهم الريتيرن ادرس أيضا يكون موجود بالستاك. هذا المثال بيوضح لك إنه أنا خزنت أو حجزت 40 بايتس وخزنت فيهم هالو وورد في سلاش زيرو. هذه بتعني ترمينيتنج سترينج, حكينا عنها الحصه اللي فاتت ما في داعي اعيد عنها. هلا هنا بهذا المثال بحكي لك انه في عندي انا حجزت بوينتر للاس تي ار, وهي البوينتر بتاخذ 4 بايت. الريتين ادرس, طبعا احنا زي ما اتفقنا كيف بتم عمليه الحجز. هي مفروض انه يكون البفر سياد فوق اوبجكت. بغض النظر طريقه الحجز هنا بحكي لك انه هذه البفر اللوكال فاريبل هيحطها هنا, اللوكال فاريبل هيحطها هنا بيبدا من 0 حتى 11.
طبعا هو بدي يشرح نظرية كيف تشتغل ستاك اوفر فلو. اللي بدي احكي لك اياه انه اذا استدعيت انت متغير الاس تي ار هذا سميه اس تي ار بغض النظر ماشي يحتوي على هذه القيم هذا لما تيجي تعدهم اللينك له اكثر من 12 هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 الحديد هنا هاي 12 بايت فراح يتخزن بالبفر هذه الحروف V E H I S لحديد آخر واحد اللي هو F I هنا I هسا الأربعة بايت اللي بعديهم N I T E هتكون هنا N I T E إذن أنا شو سويت عملت replace لفريم بوينتر الفريم بوينتر كان ادرس مخزن هنا هسه راح هذا الادرس ال واي سبيس ال هيجي هون اذا ايضا الريتيرن ادرس العنوان راح او وهكذا وهذا اللي بدا يتعبوا هنا او طبعا لانه هاي باخذ 4 بايت نقول او ان جي ان جي اي اوكي والبايتات اللي وراهم راح يكون مخزن R سبيس E H A اذا يعني باخذ مساحة اكبر من حجمه هذا البفر اللي مررناه على هذا المكان واللي لازم يتخزن هنا طبعا التوصيف للبفر قديش بياخذ 12 بايت كلياته يجتاز حجمه طبعا المشكلة انه السي ما في عندها تشيكينج للباوندري فاجتاز حجمه واخذ مساحة اكبر من حجمه وخرب على البريفيوس فريم بوينتر وعلى الريتين ادرس خرب شو ممكن يستفيد اكثر من هذا الحكي طبعا هنا بدنا نقول في حال يكون عملية التخزين في هذه المواقع مش مقصودة ما راح يؤدي إلى مشكلة كبيرة لأنه إنه في حال يكون الادرس is not mapped الادرس هذولا مش بتأشر على إشي واقعي فراح يسوي إنه بيعمل كراش للبروسيس يعني هذا الادرس اللي عمله replace بيشاور مثلا على منطقة في الاوبريتنج سيستم هاي المنطقة في الاوبريتنج سيستم محمية فراح يعمل كراش للبروسيس يعني اذا كانت القيم اللي بتكون تخزن هنا لا تؤدي الى موقع موجود من ضمن الستاك او من ضمن البرنامج من ضمن البروسيس نفسه اللي بتكون من صلاحيات اليوزر معناته اذا كان لا يؤدي الى هذا المكان راح يكون في كراش للادرس طبعا الادرس بيؤدي الى اذا خرج عن خارج حدود البروسيس ميموري سبيس في هاي الحاله ايش بيكون رايح بده يخزن او يتعامل مع بروسيس ثاني فالاوبريتنج سيستم بيحمل اذر بروسيسز من انه يعمل كراش لهذا البروسيس هذا البروسيس بيشيله من الذاكره طبعا البروسيس هذا هو المين بيشيله كله من الذاكره بيعمل له كراش هلا شو ممكن كمان يحصل الحالة الثانية انه زي ما حكينا jump to a protected place زي ما حكيت انا قبل شوي انه بدي يعمل يروح على منطقة operating system بهاي الحالة ايضا بعمل له crash الادرس هذا اذا كان بيوديني على operating system راح يعمل لي crash دايما الحالة الثالثة انه بسبب انه تعباء بقيم بهذه المنطقة وهذه القيم فنفرض انه هذا الادرس بده يقفز عليهم وكانت هذه الانستركشن انفاليد حاطت قيم عشوائية فيعمل كراش للبروسيس
اوكي. اذا اللي عمل جنب على منطقه موجوده داخل البروسيس نفسه واللي مسموح له انه يتعامل على معها، لكن النتيجه ادت الى انستركشن انفاليد، فراح يؤدي الى كراش. دكتور ممكن تعيد اخر وحده؟ عيد الاخيره invalid instructions. دكتور invalid instructions مثلا. هلا احنا الانستركشنز اذا بتكتبوا برنامج بالاسمبلي، عفوا مش بالاسمبلي، باي لغه، هيتحول الى ماشين كود. فالماشين كود مثلا نفرض انه في عندي الماشين كود اي بي تعني موف، اي اس اي 5 تعني جمب، وهكذا. كل وحده، كل رمز له ماشين كود خاص به. هلا لو انا جيت حطيت 00 هذا ماشين كود تبعه نو اوبريشن. طب اذا حكيت مثلا 10 هذا ممكن يكون ملهاش ماشين كود، ملهاش، هي عباره عن ماشين كود لا تعني شيء، فهي مش انستركشن. فالفكره اذا تم وضع انستركشنز، طبعا هو اللي بنحط هنا ارقام، اللي بنحط هنا ارقام، فالارقام هذه اذا كانت تمثل انستركشن ماشي، فهو راح ينفذ هذه الانستركشنز. اذا كانت الارقام هذه لا تمثل انستركشنز فهي invalid instruction، فلذلك هو راح يعمل كراش. مش راح تيجي تحكي للسي بي يو نفذ لي الانستركشن 10، شوف 10 مش عندي instructions اسمه 10 على سبيل المثال. اوكي، اذا كان الماشين كود لا يعني شيء، ما له اي تفسير، فالاوبريتنج سيستم بيحكي انه هذا invalid كود، فبيعمل كراش للبروسيس. وضحت؟ ان شاء الله. هلا الحالة الأخيرة انه انت طبعا اذا كان الاتاكر بيعرف كيف يشتغل، طبعا هاي الشغل مش راح يقول انه بده ياخذ منه جهد قليل، هياخذ منه جهد وبحث، وحتى انه حتى يعمل ديزاين لبروسيس او لكود يشتغل بده يعمل تجارب كثيرة. فممكن هو شو يساوي؟ يعبي بهذه المنطقة كود. يعني شو يساوي؟ مثلا يقول والله this is definitely اللي حديت هنا، تتعبى هاي، بعدين بيبدأ يعبي كود مثلا سلاش، طبعا عشان اكتب الاسمبلي كود فبدي اكتب سلاش اس كانه سلاش سلاش اكس، اوكي سلاش اكس مثلا اي بي هاي بايت، سلاش اكس دي دي مثلا، سلاش اكس اف زد اف 2 اف 2. طبعا هي ارقام بدها تكون، بحط بايت بعبي بايت بايت، هي ارقام بتكون بالهكساديسمال، ارقام من صفر الى اف. بس بده يكون هو شو مساوي؟ كتب كود وترجمها، وباخذ الترجمه هذه واللي بتكون بالماشين كود ويبدا يعبيها هون. فاللي راح يسويه كالتالي، راح يحاول يكتب كود بهذه المنطقه، راح يحاول يكتب كود بهذه المنطقه، فبيكتب الكود، طبعا الكود لازم يبدا من هون، فبكتبها بطريقة عكسية، يعني الترتيب بيكون بطريقة عكسية، مثلا بيكون هنا مثلا 1 2 على سبيل المثال، 4 5 2 4 وهكذا وهكذا، مثلا هنا اف 2، فهي عبيهم بطريقة عكسية عشان ايش؟ تبدا تتعبى. فبدي يحطهم بطريقة عكسية بهذا المكان، وبدي يحط الريتين ادرس والفريم بحيث انه ينتقل الرن لهنا. إذن راح يعبي بهذا المكان الفريم بوينتر، والريتين ادرس بيكون حاسب الاوفست كيف يوصل لهذا المكان، فبيبدا يتنفذ الكود لما يقول له رن الى هذا المكان، بيبدا يتنفذ الكود اللي هو حطه. فممكن يكون الكود والله انا بدي اكتب على الايتك باسورد، يكون هذا البروسيس والله له صلاحيات
بنعطى له صار administrative privilege. فبهاي الحالة راح ينفذ الكود اللي موجود هنا، ممكن يكون كتب على الايتك باسورد، غير ب privilege ليوزر، حتى ممكن يكون شغل ديفايس درايفر موجود في جهاز آخر، استدعى مثلا ريموت كول، شيل سكريبت، whatever. فإذا هو الفكرة هنا إنه بده يعمل ستاك أوفر فلو عشان يقدر يخزن كود بهذه المنطقة. واضح. وبهمنا انه هذه المنطقه طبعا بعد ما يخلص البروسيجر من الرن شو بده يسوي؟ بده يستدعي الريتين ادرس. شو بده يستدعي الريتين ادرس؟ بهمنا ان تكون هذا المكان الريتين ادرس تخزن فيه هذا الاوفست الكود الجديد. واضح. أتمنى تكون واضحة هذه. إذا خليني أختصر عليكم. الستاك أوفر فلو إذا نجح هي عبارة عن تمرير كود إلى البروسيجر هذا. لما أنا بدي أمرر كود بده يكون هذا الكود مدروس بحيث إنه يعمل ريبليس للريتين أدرس ويحط بداله الكود. وهذا الكود بده يكون تخزن هنا او انكتب هنا، وهذا الريتين ادرس راح يوديني على هذا بدايه الكود الجديد، فهيتنفذ الكود الجديد بصلاحيات البروسيس نفسه. واضح. اي سؤال؟ هنا بيعطيك بالضبط كصورة كيف بتصير، انه في عندي انا الماليشيس كود راح يتعبى بهذا المكان، والجمب تو ماليشيس كود راح تنحط هنا، فلذلك هو بيكون حاسب الاوفست بالضبط قديش تكون المسافة بين هذه وبين هذه، فراح يحط القيمة موجودة هنا. فهنا عندما تيجي ينتهي تنفيذ البروسيجر هيجي ينفذ هذا الريتين عشان على امل انه يرجع للمين بروجرام للاستدعاء. فهذا الريتين ادرس بيكون بيوديني على الماليشيس كود ويبدا تنفيذ الماليشيس كود. هلا vulnerable program، انا زي ما حكينا سابقا انه انا بدي اعمل تخزين او اعمل اكسس لتمب سلاش اكس، فتتذكروا اني قلت لكم ممكن يكون اليوزر بيعمل لينك لهذا التمب اكس بيشاور على الباسورد، فبيحاول يفتح الباسورد فايل اذا كان هو عامل لينك بين تيب اكس على اساس انه يعمل رايتنج على الباسورد فايل بانه يكتب معلومات جديده. فحكينا الاوبريتنج سيستم الجديد او الحديث بعد ما اكتشفوا انه في مثل هيك مشاكل صاروا يتاكدوا انه اللينك هذا بيشاور على على كريتيكال فايلز ولا مش على كريتيكال فايلز. البوتنت هي نوع من الماليشيس كود يتم توطينه في اجهزه وبيقوم بعملية تنفيذ لأوامر الماستر هو اللي بيصدرها. يعني بمعنى آخر إنه ممكن أنا أوطن بروجرام موجود على هذه الأجهزة، وهذه الأجهزة بتنفذ عملية بيطلبها مني الماستر، زي كيف لما تنزل عندك على جهاز مالوير مش منتبه إنه مالوير، فهذا المالوير بأخذ أوامره من البوت ماستر
فعلى سبيل المثال شو ممكن المشاكل يسويها؟ انه يجي يقول والله كلياتكم بدي اياكم تتكاتفوا انكم تعملوا بينج على هذا السيرفر. البينج يعني بس يبعث لي هل انت الايف؟ فبرد عليك يس الايف. فتخيل انه هذول ممكن يكون عباره عن مليون جهاز. فمليون جهاز بعت مليون رساله للسيرفر في وقت معين، السيرفر شو بصير فيه؟ داون. لانه بيتحملش اكثر من عدد معين من الريبلاي. فكل ما بستقبل باكيت او ريكوست اكثر من طاقته هيوصل لمرحله انه بيعمل دينايل اوف سيرفيس، فهي بنسميها دينايل اوف سيرفيس اتاك. طبعا البوت ماستر ممكن يكون يستخدم لاغراض ثانيه، مش بس مش الهدف دينايل اوف سيرفيس. ممكن يكون والله انا بدي ادخل عمل تصويت بالانتخابات، فممكن انا استخدم الاجهزه هذولا انهم يصوتوا لشخص واحد، فهذا التصويت لهذا الشخص بيزيد بعدد الاصوات له. لكن خلينا نقول اليوزر ما كان قصدهم. انا مثلا والله جيت فتحت ايميل، وفتحت الايميل هذا كان فيه فيروس، والفيروس نزل عندي على الجهاز، والجهاز استغله البوت ماستر في انه يصوت لشخص معين انا ما صوتت له، ماشي. فلما اجي بدي اصوت بيقول لي خلاص انت صوتت وصوتك انتهى، يعني سجل. في هالحالة ما صوتت، اللي صار انه في فيروس او برنامج اشتغل عني وصوت. فبهذه الحالة البوت ماستر ادى الى تنفيذ خلينا نقول نتائج غير صحيحة. وهذا مثال. طبعا هي عملية ستيلينج للداتا، ستيلينج للصوت، ستيلينج للانفورميشن. اذا البوت ماستر ممكن يستفيد من هذه الماليشيس سوفتوير انه يعملوا واحدة من الاتاكس، يا اما دينايل سيرفيس، يا اما ستيل داتا، يا اما ستيل صوتك، ستيل سبام، وهو سند سبام والى اخره. اي سؤال؟ الفيروس، هسه احنا نعرف كيف يشتغل الفيروس. كلهم بيشتغلوا نفس الفكره، سواء كان ورم، سواء كان مش عارف، في لهم اسماء معينه، في بتشتغل بطرق معينه، بس كلهم لهم كونسبت واحد. لنفرض انه انت بتشتغل على الواتس، فالفيروس لما ينزل عندك على الجهاز بيكون موجود في الميموري، فبيشوف ايش البرامج اللي انت بتشغلها. فالبرامج اللي انت بتشغلها هذه بيدور عليها، بيعرف وين الباث تبعها. الباث تبعها المقصود فيها وين موجوده على الهارد ديسك، وين مخزنها بالهارد ديسك. فراح يسوي كالتالي، راح يلاقي الملف، هاي الملف موجود على الهارد ديسك. شو بيساوي؟ بيضيف لك كود هنا بالبدايه، وبيضيف لك كود بالنهايه. الكود اللي في البدايه بيحكي له جمب الى هذا البليس، هذا البليس بيكون الماليشيس كود، وبالاخر شو بيسوي لك؟ جمب الى هنا. يعني بيضيف جزء ويطلق عليه بالغالب سيجنتشر، وهذا الجزء بيكون فيها شو نوعيه الفيروس، عشان طبعا اللي بينتجوها هم طبعا شركات استثماريه. بقول لك والله انا في عندك فيروس من النوع الفلاني، انا بقدر اشيل لك اياه لانه هو اصلا انتج. لكن في فيروسات بتكون معموله من خلال الاتاكر، هاي مش من السهل انها تنشال، لانه اصلا الاتاكر ما بيعلن عن طريقه حمايه الاجهزه منها. لكن هذه ممكن انا اعرف انه في اتاك بس فقط، اما اني اشيلها يمكن ما اقدرش اشيلها. فالفكره هنا انه مثلا هذا السوفت وير الخاص بواتساب على سبيل المثال، طبعا انت الواتساب بيشتغل اول ما تشغل البرنامج. ف لما يعرف الفيروس مكانه شو بيساوي؟ بحط هنا الجمب هذه الى نهايه الكود، نهايه الكود بيكون في عمل اتاتش للكود، باخرها بيعمل جمب بيرجعك لهون. يعني ايش بيسوي؟ الفيروس اشتغل وشغل لك البرنامج، فانت ما بتشعر انه في اتاك عندك.
فهذا قاعد موجود بالموري بعمل كونتشن بعمل تشيكينج والله شو بتدخل الباسورد شو بتدخل على سبيل المثال الفيزا كارد نمبر يعني بيحاول يدور يعمل ستيننج ذا انفورميشن عندك ممكن يخرب لك ملفات. هلا كيف انا اكتشف انه في فيروس عندي على الجهاز؟ كيف اكتشف انه هذا الملف مش صحيح اللي هو تبع الواتساب؟ مين يحكي لي كيف اكتشف انه هذا الملف؟ نفرض انه السوفت وير تبع الانتي فيروس ما بقدر يشيله، لكن كيف ممكن يكتشف؟ مين يحكي لي طريقة كيف ممكن يكتشف انه ممكن اغير على معلومات معينة فانه الاحظها؟ هو مثلا غير على معلومات معينة ولاحظتها ايضا معناته اكتشفت في عندك اتاك. احسنتي، هاي طريقة. طب هلا انا افرض انه ما انتبهت، انا مش بعرف شو المعلومات اللي بدور عليها. صار فيني كلوك بتكون حجمها معروف يعني. احسنتي، السوفت وير نفسه هذا البروجرام هذا حجمه معروف وله سيجنتشر، يعني بقدر اني اروح للمصدر واحكي له اعطيني السايننج السايند للسوفت وير تبعك. فباجي بدخل هاي على الهاش فانكشن، هاي طبعا هو شو راح ادخل؟ راح ادخل هاي كلها على الهاش فانكشن، هتجد انه مش نفس الهاش اللي تجيني من الاصل اللي هي كانت حجمها الكبير. ماشي، هاي حجمها اصلا هي كانت هالقد، فهي الهاش تبعها بيختلف عن هذه الهاش، صح؟ هاي طريقه. ليش كمان البيرفورمانس للجهاز تبعك اذا بتلاحظ انه صار بطيء، طبعا انا مش مشغل سوفت وير كثير عليه، مش نزل، مش عامل لودنج لبرامج كثير. طبعا قبل فتره كنت اشتغل على الجهاز وكان سرعته كويسه ومقبوله، فجأة ألاقي سرعة الجهاز بطيئة أو مملة، معناته في مشكلة، صح؟ إذا في شغلات بتخليني أشعر إنه في عندي مشكلة بالجهاز ولازم أقوم بعملية تصحيح. فإذا كان مثلاً يعبي الذاكرة كمان. يعبي الذاكرة، نعم. مثلاً الذاكرة فيها أكثر من بروسيس شغال، أنا مش مشغله، مش أنا اللي مشغل هذا البروسيس. شو هذا البروسيس؟ من وين جايات؟ طبعا انت لما تيجي تعمل كنترول الت ديليت، انا في فترات كثير بشعر انه في عندي مشكله بالجهاز، فبصير ادور بالذاكره شو اللي موجودات عندي ومش تابع للجهاز، او بشعر انه مش تابع للجهاز. ومش بالضروره اني اعرف كل شيء، لكن ممكن اشعر انه في شيء خطا. مثلا هاي كنترول الت ديليت، بحكي له تاسك مانجر، وهي مبين عندكم تاسك مانجر، مبين عندكم صح؟ جميع احكوا لي اه ولا لا، مبين التاسك مانجر؟ انا مشغل تاسك مانجر، هي التاسك مانجر. مبين دكتور. طيب هلا هذا بالتاسك مانجر، شو هنا؟ في عندي البروسيس، طبعا بيرفورمانس، بالبيرفورمانس بشوف والله ايش اللي شغال عندي، الواي فاي شغال، والله انه بيطلع داتا كثير، هاي الواي فاي بيطلع داتا كثير، معناته ممكن يكون في شغلات بتطلع من عندي انا مش انا اللي بطلعها. انا مش قاعد بعمل داونلود ولا قاعد بعمل ابلود. معناته في عندي مشكلة، بدي اشوف انا شو البرامج اللي بتطلع هذه الداتا، بروح على هذه البرامج بشوف والله شو اللي شغال، هذا 40% شغال. طبعا احنا شغالين على الزوم، فال 40% هذه للزوم، انا عارف ان الزوم هذا انا شغال عليه، لكن لو شفت مثلا على سبيل المثال هاي كانت، على سبيل المثال هذه كانت 50%، طب 50% بدي اشوف والله شو هذا، مين اللي سوى، مش عارف هل هو تابع لمايكروسوفت ولا مش تابع لمايكروسوفت. بدي ادور بالنت هذا الملف شو اصله، مثلا مثل هيك. لما بشوف انا مثلا عندي النتورك هذا هاي النتورك قاعد بتصدر مثلا 4% ميجا بت بير سكند، والله اذا هذا الملف مش انا اللي مشغله معناته بدي ادور وراء الكروم هذا مثلا. فهي الامور انت ممكن اللي بتخليك تشعر وين المشكله. طبعا في برنامج ثاني بيورجيني بالضبط شو اللي قاعد بصير، اظن هنا موجود في برنامج سيرفيسز. طبعا هاي السيرفيسز اللي بتشتغل اول ما تشغل الجهاز، فاذا لقيت سيرفيسز مش انت بدك اياها بتشيلها. هاي الكروم طلعت منكم مره مش شغال، طبعا لانه انا شغال، انا ممكن اكون مشغلهم انا هذول، بس ممكن في بعض الاحيان مش مشغل الكروم، معناته في شيء غلط، في شيء قاعد بيشتغل بالباك جراوند.
في هنا أظن هو الديتيلز. anyway في كمان اوبشنز بيساعدني اني اعرف أظن موجود هذا الاوبشن هنا. تيبل موديل أظن نتورك أظن هذه أظن هذه في انا مش عارف اوبشنز اللي وجدته انا قبل فتره تولز بيساعدني اني اعرف شو اللي قاعد شغال بالنتورك وشو قاعد شغال مش متذكر انا وين لقيته. بغض النظر المهم في تولز ممكن واحد ينزلها يدور ممكن ينزل انتي فايروس. الانتي فايروس ممكن يساعدك واذا ما ساعدكش الانتي فايروس بدك تصير انت تدور بالضبط شو اللي قاعد يصير. في عندنا برنامج اسمه واير شارك. هذا الواير شارك بيورجيك شو بدك تنزل قاعد تطلع من جهازك. فممكن انا في فتره من فترات شعرت انه جهازي ما بتحكم فيه كان الماوس بيتحرك بطريقه غلط فنزلت الواير شارك وجدت انه في برنامج نازل من خلينا نقول انا متذكر من الدنمارك ولا وين وكان الباكتس اللي بتطلع من عندي مشفره فعرفت على طول انه الجهاز مضروب فما عرفت اني اسيطر على الجهاز الا لما عملت له فورمات يعني حتى اني اعرف وين موجود هذا البروسيس بالذاكره ما اقدر. فيعني في بروفيشنالز وصلوا لمرحله انه ما تقدر يتحكم بجهازك ما تقدر انت يعني تلغي التاثير تبعهم فبهالحاله بتضطر انك تعمل فورماتنج للجهاز وتصير تنظم تعرف بالضبط شو اللي قاعد بدك تنزله وشو الاخطاء اللي سويتها قبل مثلا بتقول والله الجهاز كان ستيبل طب متى لما صار مش ستيبل ايش الاحداث اللي سويتها ادت الى انه وصلتني لهذه المرحله فبصير تتذكر انت ايش السوفت وير اللي نزلتها وادت الى هذه المشاكل فبتحاول تتجنب هذه السوفت وير. واضح؟ اي سؤال؟